السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الأطهار الميامين. صلى الله عليك يا شباب
الأمر الشباب الغار أرسل ولكن أنت خطب كما يا
سماء لنتعظ من خلالهم ولنستعد من خلالهم ولنعرف أن الدنيا الدنية لن تدوم لنا ولن تطول لنا فإننا ميتون ومسافرون في يوم من الأيام إلى عالم القبر وإلى عالم الآخرة إلى عالم الوقوف بين يدي الله عز وجل. ويتحدث عليه السلام أيضا عن فقد الشباب وعن تلك المرارة والغصة التي يتركها الشاب بعد موته.
وأشمل تعبير ما عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الإمام الحسن سلام الله عليه عندما يقول له بني حسن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي ولو أن سهما أصابك أصابني ولو أن الموت أتاك أتاني. وفي يوم من الأيام يأتي رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام والإكرام يقول له سيدي ابن رسول الله ما أمر شيء في الحياة الدنيا وما أعظم شيء في الحياة. قال أجمل شيء وأحسن شيء في الحياة الدنيا أن يرزقك الله ولدا تفرح به وتسعد به وهو أمام عينيك. وأمر شيء في الحياة الدنيا هو أن تفقد ذلك الولد، فكيف إذا كان هذا الولد أصبح في مقتبل العمر وأنت تستأنس بشبابه وتستأنس بحياته وهو معك وإلى جانبك يا ابن آدم في الحياة الدنيا. لذلك موت الشباب حرقة كبيرة وغصة كبيرة في قلوب الأمهات والآباء والإخوة لما يملكون من ألم ولوعة في قلوب هؤلاء المحبين لهم. فقد الشباب مصيبة لا تنقضي آلامها وأحزانها إلى الأبد. لعل الأيام والليالي تبدد لنا حزن فراق كبير لأب أو أم، ولكن عندما نفقد شاب فإن حرارة فراقه تزداد حرقة ولوعة وحزنا يوما بعد يوم. فآه لقلبك يا سيد الشهداء، آه لقلبك يا أبا عبد الله يا حسين بن علي عندما تقدم إليه ولده وفلتة كبده علي الأكبر سلام الله تعالى عليه ليستأذن منه بالمراس والقتال الأعداء، فيقولون بان سيد الشهداء أبو عبد الله المسيب كهيئة الإنسان المحترم كأنه يودع الحياة الدنيا، ضم ولده إلى صدره وقال له يا بني ينطلق على بركة الله. ينطلق علي الأكبر نحو الميدان قاتل وأبو عبد الله يلاحقه بنظرات عينيه ويتوجه إلى القوم بالنداء يا رب اشهد على هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا في وجه هذا الغلام. اللهم امنع عنهم بركات السماء والأرض، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، إنهم دهون لينصرونا فعدوا علينا يقاتلون. وراح علي الأيار يقاتل قتال الأبطال، أمه ليلى كانت في الخيمة سمعت أن ولدها قد توجه إلى الميدان، خرجت من الخيمة جاءت ووقفت إلى جانب أبي عبد الله، كلما نظرت إلى وجه الحسين مسرورا تعرف أن ولدها بخير. فعندما تغير وجه أبي عبد الله نظرت إليه، سيدي أبا عبد الله المصيب ولدي علي بمكروه. قال لا لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. قالت سيدي هل أصنع شيء بولدي، أفعل شيء تجاه ولدي؟ قال بلى يا ليلى، ادخل الخيمة وادعي لولدك إني سمعت جدي رسول الله يقول
دعاء الأم بحق ولدها مستجاب. شوف حالة ليلى رجعت إلى الخيمة تدعو الله تتوسل إلى ربها بأن يعيد إليها ولدها. رفعت يديها نحو السماء ونظرنا إلى جسد علي الأكبر المقطوع بالسيوف
انها